بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا من عتقاء ليلة القدر، اللهم اجعلنا من عتقاء ليلة القدر، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.